هذا جنيه فلسطيني احنا طبعناه طبعا مشان نذكر الجميع بالجنيه الفلسطيني وانه فلسطين دوله قائمه وعندها عملتها. استبدلنا الجنيه الباوند البريطاني الجنيه البريطاني بالباوند الفلسطيني حتى نتعامل فيه بهذا النشاط اليوم. Oh, don't worry about the meat. I don't eat meat. I do, but not the meat. مؤسسة فيما فلسطين الدولية للإغاثة الطبية نرعى هذا الحفل الكريم في يوم فلسطين، وسنكون إن شاء الله لتعريف فيما وأدو دورها في خدمة الفلسطينيين في فلسطين وغزة ومخيمات اللجوء في كل أنحاء بلاد العالم خاصة في لبنان، وسنعرف الجمهور بمشاريع بيما وفلسطين الدولي للإغاثة الطبية، وسنطلب منهم دعم إخوانهم في غزة وفي مخيمات وفي فلسطين. رسائلكم اليوم رسائلنا انه يعني نحن الشعب الفلسطيني واعوانه وانصاره من كل انحاء العالم هم الذين يخدمون القضيه الفلسطينيه وهم يخدمون الشعب الفلسطيني، لا نستطيع ان نعتمد على جهات اخرى غير الشعوب غير الافراد غيرنا، نحن الذين سنقوم بخدمه اخواننا في فلسطين ان شاء الله، وندعو الجميع لان يقوموا بهذا العمل وان يكونوا ايجابيين جدا لانه هو هذا الطريق الوحيد لتثبيت اخواننا في غزه وفي فلسطين عامه وفي كل مكان. نحتفل اليوم بيوم فلسطين الحادي عشر في بريطانيا، حيث يحتفل أبناء الجالية الفلسطينية بالتراث الفلسطيني بالهوية الفلسطينية بالتاريخ الفلسطيني بالجغرافيا الفلسطينية من خلال مجموعة من الأنشطة يشارك بها المئات من العائلات الفلسطينية. سيكون هناك تراث فلكلور فلسطيني، سيكون هناك ورشات عمل وندوات تحاضر عن الشعب الفلسطيني وعما يدور في فلسطين والأفق لتحقيق العودة إلى فلسطين. هذا اليوم هو يوم فلسطيني بامتياز في ذكرى النكسة، وقبلها كانت ذكرى النكبة. الجالية الفلسطينية والمنتدى الفلسطيني وكل أحرار العالم الذين يؤيدون القضية الفلسطينية يحيون هذه الذكرى الأليمة، وذلك بالتأكيد على حق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وتمسكهم بهذا الحق مهما كلفهم الثمن. أيضا في هذا اليوم نقوم كمنتدى فلسطيني بتكريم كل المتضامنين والجمعيات والمؤسسات التي تقف مع الحق الفلسطيني، وكذلك نختار من السياسيين من هو أكثر تميزاً في دعم الحق الفلسطيني. وعلى سبيل المثال اليوم سنقوم بتكريم النائب البرلماني العمالي أندي سلوتر من منطقة هامر سميث في لندن، وهو معروف بأنه من المتميزين في دعم القضية الفلسطينية ومن لجنة فلسطين في حزب العمال ومن لجنة فلسطين في البرلمان البريطاني. كذلك نقوم بتكريم عدد من المؤسسات التي تبذل جهوداً لبقاء المجتمع الفلسطيني في بريطانيا ملتصقاً بهويته ووطنه، مثل مركز العودة الفلسطيني وكذلك بعض المؤسسات الأخرى الفلسطينية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هذا اليوم يوم فلسطين هو من أجل الذاكرة، من أجل الذاكرة التي نعود فيها إلى وطننا فلسطين. هذا التصميم على العودة، على البقاء، على البقاء مع إخواننا في فلسطين من أجل العودة، مصممين على العودة رغم أننا في هذه البلاد في الغربة، في بريطانيا، في البلد الذي أقر فيه وعد بلفور المشؤوم الذي أعطى فلسطين لغير أصحابها. من هذا البلد ما زلنا مصرين على العودة إلى وطننا فلسطين. الفنان عامر الأشقر. السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله هذه الوجوه الطيبة، أهل فلسطين الأحباب. نسمعكم اليوم مزيج من التراث الفلسطيني وإن شاء الله ينال إعجاب الحاضرين. أي
نسمع جفرة وهي ربع من هون لرام الله وغبت علينا الشمس يا مهيرتي يا الله طلي دمعاتك يا عين وسيلي خذي زاد الصبر أكبر وسيلي أمر بدار الحمى ألوي سيلي متى يكون الرجوع بالغياء Come on.
حيهم. نرجع لأيام زمان، سقلا أيام زمان، نسمعكم مع بعض. سقى الله
في شد الحيل. يلا سليمان خذ علم. أنا ذكرك يا قدس عبى عليني ولبست الهوى حروف عبى عليني وكل ما فكرة صغيرة لتجمع الجالية اللي في الشتات، فكرة المنتدى الفلسطيني البريطاني كانت صغيرة
وعلى المثل الفلاحي الفلسطيني ستيب باي ستيب كبرت كبرت حتى استطاع المنتدى الفلسطيني في بريطانيا انه يقود الجالي الفلسطيني خلال هاي الفترة. طبعا اخذ شعار كلنا بنحلم وبنتمنى نكون فيها، بلدنا الغالي فلسطين تجمعنا والعودة موعدنا. عمل على تجميع كل ألوان الطيف الفلسطيني في بريطانيا. برز المنتدى بقوة من خلال المشاركة في التظاهرات اللي عمت لندن خلال العدوان الأخير على غزة. المنتدى طبعا كلكم أكيد يعني تعرفوا المثل، في مثل بريطاني فلسطيني أتوقع يعني القليل بيعرفه، ولكن المنتدى الفلسطيني أخذ فيه وما شاء الله اللي هو You wanna try and try and try تنك تصير تجري جراي. فهم فعلا جروا سبقوا السحاب وسبقوا الوقت، وكان حاضر المنتدى في الجامعات والبرلمانات من خلال أنشطة متعددة. طبعا كان أهم شيء يركز عليه المنتدى اللي هي هويتنا، الهوية الفلسطينية، والشيء الأهم الثاني العودة وحق العودة، والإشي الثالث والمهم أبطالنا اللي نتعلم منهم التضحية ونتعلم منهم الرجولة، أبطالنا الأسرى. هذا اختصار صغير أنا حكيته، ولكن راح أترك الكلام الكبير والكلام المتنوع لرئيس المنتدى الغالي، رئيس المنتدى البريطاني الفلسطيني البريطاني، بدي تحيه بشدة الأستاذ زياد العلول رئيس المنتدى، يتفضل يلقي كلمة. السادة والسيدات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في يوم فلسطين الحادي عشر. ها نحن نلتقي من جديد في يوم فلسطين، يوم الكل الفلسطينية، يوم الكل الفلسطيني، ويوم العائلة الفلسطينية بصغارها وكبارها. نجدد لقاءنا معكم، لقاءنا الذي بدأناه منذ 12 عاما، والذي عزمنا أن نستمر فيه حتى نعود إلى أوطاننا سالمين. نلتقي اليوم ويتجدد اللقاء بكم، وفي جعبتنا الكثير والكثير لنحكيه، ولكن قد لا يتسع المقام للتفصيل. فليكن يوم فلسطين هذا يوما لوحدتنا جميعا، يوما لتعارفنا وتآلفنا، يوما لتبادل أخبارنا وخبراتنا، ويوما لخدمة الأهل في الداخل والمخيمات. نقف اليوم في وطننا الفلسطيني، نقف اليوم وفي وطننا الفلسطيني من المعاناة ما تنوء به الجبال، والشعب الفلسطيني صامد وصابر منذ أكثر من 67 عاما في غزة والضفة، و48 في القدس والمخيمات، في الشتات البعيد والقريب. ففي غزة تستمر المعاناة من حرب إلى حصار إلى تجويع وتضييق، إذ لا تزال مظاهر الحصار في شعب بأكمله تمثل أبلغ صور الوحشية الإسرائيلية وأقصى صور الخذلان العربي. وفي هذا اليوم نكرر النداء لمن يسمعنا، للسلطات المصرية خاصة، أن تفتح معبر رفح وأن ترفع الحصار المفروض بشراكة الاحتلال على سكان غزة، الذي تسبب برفع معدلات البطالة إلى الأعلى نسبة في العالم وتعطيل القطاعات الصناعية بشكل شبه كامل. من هنا نوجه تحية لكل المؤسسات التي تعمل على كسر الحصار
ونخص بالذكر تحالف أسطول الحرية الذي يستعد لتسيير أسطوله الثالث لكسر الحصار المفروض على غزة، فتحية لهم منا، كما نوجه نداء إلى القيادة الفلسطينية بإعلان موقف صريح وواضح اتجاه أسطول الحرية وإعلان التأييد لهم والعمل على توفير الحماية الدولية لهم. ونحن نتحدث عن حصار غزة، لا يمكن أن ننسى أهلنا المحاصرين في مخيمات اللجوء في سوريا، لا يمكن أن ننسى مخيم اليرموك، ومن هنا ندعو إلى دعم صمود شعبنا في مخيمات سوريا وكسر الحصار المفروض عليهم وتوفير الحماية الدولية لهم، فقضيتهم لا تقل مأساة عن أشقائهم في غزة، ويشتركون معهم في خذلان القريب قبل البعيد لهم. الإخوة والأخوات، في الوقت الذي تصادر فيه إرادة الشعب الفلسطيني وتعطل مؤسساته ويحكم بالسجن على رئيس المجلس التشريعي دكتور عزيز دويك ظلماً، ويزج في السجن رموز المجلس التشريعي وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات، ومن هنا ندعو إلى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة التمثيل للشعب الفلسطيني على أسس سليمة. في هذا الوقت نوجه تحية إلى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ونوجه تحية للأسير خضر عدنان الذي يتحدى سجانيه بأمعاه الخاوية وإضرابه عن الطعام، وندعو إلى حملة تضامن معهم. وفي ظل هذه المعمعة والابتلاءات التي تواجه شعبنا، فإننا ننظر إلى الانقسام الفلسطيني كنقطة سوداء في تاريخ القضية الفلسطينية. وفي الوقت الذي تنشغل فيه الفصائل الفلسطينية بقضايا ثانوية، تبتلع الأرض ويزداد الاستيطان وتهود القدس وتزداد الحملة الصهيونية على أهلنا الصامدين في مناطق 48، ومن هنا ندعو إلى تغليب المصلحة العليا على المصلحة الحزبية والعمل معا على إنهاء الاحتلال بكل الطرق المشروعة وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس. تمر علينا هذه الأيام ذكرى احتلال القدس قبلة المسلمين الأولى، وقد ابتلعت أراضيها وصودرت مساكنها وهجر أهلها. ازداد الاستيطان في القدس في حملة شرسة تهدف إلى تهويد المدينة وتفريغ أهلها من العرب والمسلمين، ويتصدى أهلها بصدورهم العارية للاحتلال الإسرائيلي ويدافعون عن القدس. وفي هذا الوقت نوجه تحية من القلب إلى أخواتنا المرابطات في المسجد الأقصى، وندعو إلى دعم صمودهم وتصديهم للاحتلال، ونقول إن المرابطات في المسجد الأقصى سيقمن الحجة على أمتنا العربية والإسلامية التي تخلفت عن نصرة المسجد الأقصى والعمل على تحريره. ونوجه التحية إلى أهلنا في 48 الذين يقفون في خط الدفاع الأول عن المقدسات. الإخوة والأخوات، أما هنا في أوروبا وفي بريطانيا فالصورة باتت أوضح للرأي العام، بات يدرك خطر الصهيونية ويدرك حجم الانتهاكات التي تقترفها إسرائيل بحق شعب يطالب بحريته، وبات الاحتلال نفسه يتململ من حجم التعرية التي تواجه صورته في أوروبا والعالم، فحملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية باتت تعطي ثمارها الفاعلة بفضل حركة التضامن الدولية مع فلسطين التي يشترك فيها أحرار العالم من كل الجنسيات والأطياف، يختلفون بكل شيء ويتفقون على قيمة الإنسان وحقوقه الأساسية التي سلبها الاحتلال من الفلسطينيين ولا يزال. وفي هذا السياق نوجه تحية إلى اتحاد الطلاب الوطني البريطاني الذي صوت بغالبيته على قرار مقاطعة إسرائيل،
ونحيي مؤسساتنا الطلابية التي تقف داعماً لهذا الحراك. ونخص بالذكر الاتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا وجمعية الطلبة المسلمين فوسز. الإخوة والأخوات، قبل أيام قريبة خسرنا معركة الفيفا، وخسرنا أن تنسحب إسرائيل من الفيفا، من عضوية الفيفا، رغم توفر الإمكانيات ورغم توفر إمكانيات الدول. ولكننا في هذا الوقت مركز العودة الفلسطيني، المركز الأبرز في أوروبا الذي يعمل على حق اللاجئين والتمسك بالعودة، قضى 19 عاما من العمل الدؤوب في قضية العودة واللاجئين. تم في الأسبوع الماضي قبل أيام تتويج هذا العمل الدؤوب بمنح المركز صفة استشارية في منظمة الأمم المتحدة للمؤسسات الغير حكومية. فتحية لمركز العودة الفلسطيني، وتحية لرئيسه السيد ماجد الزير، ومديره التنفيذي طارق حمود، وفريقه الإداري سامح وعمر وإبراهيم وعرفات، ومجلس أمنائه. ونقول لهم ألف مبروك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الخطوة دافعة في تقرير مصيرنا وعودتنا إلى أوطاننا بإذن الله. إخواني وأخواتي، مع اقتراب نهاية الدورة الحالية للمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، أود أن أشكر زملائي في الهيئة الإدارية وكل من عمل معنا على نجاح مهمتنا خلال هذه الدورة، التي خلالها تصدر المنتدى الفلسطيني عمل الجالية الفلسطينية في بريطانيا، وفتح أذرعه إلى أبناء الجالية الفلسطينية والعربية ولأحرار العالم. وكان شعارنا فلسطين تجمعنا، وهي حقيقة اليوم تجمعنا. تنوعت أنشطتنا بين جماهيرية من خلال مظاهرات الدعم والتأييد لأهلنا في فلسطين والشتات، أو من خلال حملات التوعية لقضيتنا في البرلمان أو في الجامعات، أو من خلال الاهتمام بأفراد الجالية الفلسطينية للحفاظ على الهوية والعادات والتمسك بالعادات والتقاليد الفلسطينية. أيضا أوجه التحية إلى المتضامنين الأجانب الذين أظهروا تأييدهم في الشوارع، والذين خرجوا من أجل وقف العدوان الأخير على غزة. وأوجه تحية إلى كل البرلمانيين الأوروبيين الذين عبروا عن تعاطفهم معنا باعترافهم بالدولة الفلسطينية، وأطالبهم بإكمال دورهم للاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وفي الختام أوجه الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح يوم فلسطين 11. شكر خاص إلى مؤسسة بيما الراعي لهذا الحفل، وهي مؤسسة تقدم العون الطبي لأهلنا في الداخل، وتمنى من الحضور الكريم مساندتهم حتى يستمروا في مسيرة العطاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني إخواتي، وصلت المطار أنا والفنان عامر الأشقر من عمان، وصلنا مطار هيثرو، فكان طبعاً الباسنجرز المسافرين كثار، وعلى الطابور يا أخوي صف. فأنا جتني فكرة لما وصلت الشرطي هذا اللي بطج الختم، فبقول له أحكي بالعربي ولا بالإنجليزي؟ زي ما حكيت معه الأكسل تبعي يعني بجنن. فأنا حكيت له إنه we will make a festival, traditional festival in London. قال which traditional؟ قلت له Palestinian traditional. I like what? What's the kind of traditional Palestinian؟ قلت له like If you please, we'll sit down with me. Will you have to drink juice with me? قال انبسطوا، انبسط جدا. If you please, we'll sit down with me. Will you have to drink تمر هندي with me?
from your house come to حوسنا يا ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا. طبعا ام من دون تردد سجل الدخول ودخلنا بسلام انا والفنان عامر. اشكر فنشكر هذا الشرطي يعني بارك الله فيه. تعيدها وصور حقوق الطبع محفوظه للشرطي. احنا بدنا نرحب بشباب ما شاء الله عليهم من شباب لندن الطيبين اللي راح يفرجونا من تراثنا الفلسطيني الغالي دبكاتنا اللي بتخلي الواحد يحس بنشوه. بدنا نرحب مع فرقه الفرسان. سمعوا لي كيف لفرقه الفرسان وعلى دبكه الطياره. تفضل. الشعبيين طبعا تعودتوا حبايبنا نشوف الفنانين حاملين المايك الغنى، لكن حبينا نغير الديكور والعاده باوامر من الاخ زياد العلول. حبينا الفنانين نقدم بعض هالمره صوت فلسطيني بيقدم صوت فلسطيني.
الشعب صوت قدير قوي أمين عميق عريق هو صاح من الشعب صوت قدير قوي أمين عميق عريق يقول أنا الشعب والمعجزة أنا الشعب لا شيء قد أعجزه صاح من الشعب قتلوا فتيان الإيمان بسوا وشيوخ وصبيان مصر يا زين البلدان شوفي كيف العسكر خان قتلوا فتيان الإيمان ورضع شاهد عيان تنخص لك يا بلاد الروح شو هدايك يا حمولة وطان تنخص لك يا بلاد الروح شو هدايك يا بلاد الروح شهدائك يحموا الأوطان طالع يطلب حقه كبر شيء أكثر ومجروح ينتف يسقط حكم العسكر سارق صوته مبحوح هشم صدر رصاص العسكر ترخص لك يا بلاد الروح بالنور والباطل زيفه منحور تمم ثورات الأحرار ولا ترضى حاكم بالزور ثورتنا تشرق بالنور والباطل زيفه منحور تمم ثورات الأحرار ولا ترضى حاكم بالزور شق الصخر وهد السور يا محمد يا منصور شق الشمس ضرور رصاص العسكر ترخص لك يا ملاك
شمس ولادك تجلي الليل يغسل وشك ماي تنين أم الدنيا شد الحيل مهما ذوقوك الويل شمس ولادك تجلي الليل يغسل وشك ماي تنين يا كنين انت عزي الإسلام كوني للزورة ونوار يا كنين انت عزي الإسلام كوني للزورة ونوار يا كنين انت عزي الإسلام كوني للزورة ونوار طالع يطلب حقه كبر شايل أكفاله مجروح ينتف يسقط حكم العسكر سارق صوته مدحوح شايل أكفاله مجروح يهتف يسقط حكم العسكر صارخ صوته مبحوح هالشمس دور رصاص العسكر في خصلك يا بلاد الروح هالشمس دور رصاص العسكر في خصلك يا بلاد الروح ثورتنا تشرق بالنور تمم ثورات الأحرار ولا ترضى حاكم بالزور ثورتنا تشرق بالنور والباطل سيفه مدحور تمم ثورات الأحرار ولا ترضى حاكم بالزور شق الصخر وهد السور وصاح من الشعب صوت قدير قوي أمي عميق عريق هو صاح من الشعب صوت قدير قوي أمي عميق عريق يقول أنا الشعب والمعجزة أنا الشعب لا شيء قد أعجزه